الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر من أبواب كتاب الكافي الشريف تحت عنوان باب ان الطريقه التي حث على الاستقامه عليها ولايه علي عليه السلام في هذا الباب تفسير لايتين من ايات القران الكريم حيث فسرها الائمه عليهم الصلاه والسلام بالولايه يعني ولايه علي والأئمة من ذريته عليهم جميعا السلام. الحديث الأول يتضمن تفسير لقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذه الآية في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقه، يعني الطريقه الحقه الصحيحه، وهي الايمان قولا وعملا واعتقادا. ومن جمله اركان الايمان ولايه الائمه عليهم الصلاه والسلام، وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. يعني ماء كثيرا وهذا كنايه عن الرزق الكثير تفضلا عليهم كما ذكرنا مرات متعدده ان هناك اسبابا غيبيه واسبابا طبيعيه التاثير الواقعي انما هو للسبب الغيبي ولكن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابًا طبيعية متقارنة مع السبب الغيبي لكي يعمل الإنسان ويتقدم ويصل إلى النتيجة؛ لتكون الدنيا دار امتحان. مثلًا: سبب الموت هو قبض الروح بواسطة ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله سبحانه وتعالى يامر ملك الموت بقبض ارواح الناس. ولكن في الوقت نفسه الله سبحانه وتعالى جعل اسبابا طبيعيه. إذا تحققت تلك الاسباب الطبيعية للموت يامر ملك الموت لقبض روح هذا الانسان مثلا. إنسان ينتحر يلقي بنفسه من شاهق هذا سبب طبيعي للموت ولكن يتقارن معه السبب الغيبي يعني في الواقع موت هذا الإنسان بسبب قبض روحه بواسطة ملك الموت ولكن تقارن مع سبب طبيعي هذا السبب الطبيعي قد يفعله الإنسان باختياره، أو مثلاً يأتون بشخص ويقتلوه، القتل هو سبب طبيعي، ولكن سبب إزهاق الروح الواقعي هو قبض الملك للروح، وهكذا في الرزق، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق يرزق الإنسان، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهناك ملك هو ميكائيل مسؤول تقسيم الارزاق فالرزق الذي ياتينا انما هو لان الله رزقنا اياه بسبب غيبي لكن تقارن هذا السبب الغيبي بالسبب الطبيعي يعني الانسان يذهب ويعمل فالله سبحانه وتعالى يرزقه اذا لا يعمل يعني ما يرتب السبب الطبيعي الله سبحانه وتعالى لا يرتب السبب الغيبي أيضا، لأن الدنيا دار امتحان وقل اعملوا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذا اتضح هذا نأتي الى هذه الآية الشريفة. الله سبحانه وتعالى جعل نظاما متكاملا لحياه هانئه مستقره فيها خيرات كثيره اذا الانسان صار ضمن هذا النظام هذا السبب الطبيعي الله سبحانه وتعالى يقدر بسبب غيبي الرفاه لهذا الانسان ولهذا المجتمع نمثل مثالا الان انت تاتي مثلا الى دوله مثل اليابان هذه الدوله فقيره من حيث المعادن الطبيعيه وتستورد غالب المواد الاوليه النفط الغاز الحديد وهكذا وهلم جرا لا توجد فيها ثروات طبيعيه حتى الزراعة محدودة في الرز مثلا وامثال ذلك، غالب المواد الذي التي تستهلك في الاكل يستوردونها من الخارج، لان ارضهم ليست صالحة لانواع مختلفة من الزراعة. ولكن تجد اليابان من حيث الاقتصاد ثاني او ثالث دولة في العالم. لماذا؟ لان النظام الاقتصادي ضمن معادلات اكثرها صحيحه يعني عمل الشعب الياباني شعب عامل يشتغلون ثمان ساعات كامله في نوع من الديمقراطيه والحريه مجال للتطور موجود الناس يطالعون الناس يدرسون النظام الاقتصادي والسياسي في كثير من مفرداته نظام صحيح. والنتيجه ان هذا الشعب الذي ارضه فقيره من الثروات يصبح ثاني او ثالث اقتصاد عالمي، والناس يعيشون في رفاه. تأتي الى بعض البلدان الاخرى مثل بعض البلدان الاسلاميه النفطيه. فيها ثروات طبيعية ما لا يعد ولا يحصى فيها النفط فيها الغاز فيها الأرض الخصبة لأنواع مختلفة من الزراعات شعبها شعب ذكي مثلا ولكن تجد الحروب والفقر واليوتم والجاهل وما إلى ذلك منتشر والناس في مشاكل الفقراء منتشرون لماذا؟ لأن النظام السياسي، النظام الاقتصادي ليس بنظام صحيح، والنظام مو فقط قانون يطبع ويوزع على الناس، قانون صحيح وتطبيق لذلك القانون، أحيانا القانون ما في إشكال لكن الناس لا يطبقونه، الإسلام لا إشكال فيه لكن المسلمين كثير من الأحيان لا يطبقون تلك القوانين. القرآن يقول اعملوا لا يعملون القرآن يقول تعلموا لا يتعلمون القرآن يقول تراحموا لا يتراحمون هو مسلم لكن لا يطبق النظام الصحيح يقول إذا ما طبق النظام الصحيح الله سبحانه وتعالى غيبيا أيضا لا يوفر أسباب الرفاه لهم يقول أنا خليت نظام سرت في ذلك النظام أرتب النتائج ما سرت في تلك النظام لا أرتب النتائج الله سبحانه وتعالى في آية من القرآن يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه الآية تتضمن السبب الغيبي والسبب الطبيعي يعني إذا أنت آمنت الإيمان شنو هو؟ عقيدة وقول وعمل. الإيمان يقتضي منك أن تطبق أوامر الله سبحانه وتعالى. وأوامر الله ليست في الصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، هذا جزء من الدين وأجزاء مهمة، لكن أجزاء أخرى من الدين ترتبط بالاقتصاد، ترتبط بالاجتماع، ترتبط بالنظام السياسي. إذا الإنسان آمن قولاً وقلباً وعملاً هذا النظام الصحيح يسبب أن الله سبحانه وتعالى يرتب النتائج الغيبية أيضاً، فالسبب الطبيعي تقارن مع السبب الغيبي، والنتيجة في الظاهر هي ترتبط بالسبب الطبيعي لكنها في الواقع ترتبط بالسبب الغيبي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. في حديث معروف هذا يذكر في الكتب الفقهية الاستدلالية في كتاب المكاسب هذا الحديث صحيحة أبي ولاد وهي قضية مفصلة كان مستأجر باغل إلى منطقة معينة من الكوفة إلى منطقة النيل التي هي بين الكوفة وبين بغداد الآن تقع في محافظة بابل فالإيجار لهذه البغلة خمسة عشر يوما إلى منطقة النيل لكن هذا المستأجر خالف الإيجار الإجار الإيجار خمسة عشر يوم إلى منطقة النيل هو خالف فزاد على ذلك أياما أخرى وذهب إلى بغداد أيضا يعني مخالفتين للإجارة ذهب إلى بغداد بالبغلة وخالف في الأيام أيضا زين عندما رجع اختلف مع صاحب البغلة فأراد أن يعطيه شيئا من المال صاحب البغلة كان يريد أكثر فذهبوا إلى قاضي من القضاة وهذا القاضي حكم بأنه لا يستحق صاحب البغلة شيئا في هذه الزيادة هاي الأيام الزيادة اللي صارت وهاي المدة الزيادة لا يستحق شيئا زين أبو ولاد يقول بعد ذلك حججت والتقيت بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وسألت عن المسألة الإمام أجاب أنه أنت غاصب والمفروض أنه تدفع له أجرة المثل أو أي شيء آخر اللي الفقهاء مفصلاً باحثين وهناك أقوال مختلفة في بيان معنى كلام الإمام عليه الصلاة والسلام. الشاهد شنو هو الشاهد أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عندما حكى له أبو ولاد فتوى ذلك الشخص الإمام قال من هذه الفتية وأمثالها من هذه في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الارض بركاتها. السماء تمنع ماءها، والارض تمنع بركاتها، زين شنو ربط الفتوى بخلاف ما انزل الله بالسماء وبالارض؟ الجواب ان الله سبحانه وتعالى جعل الفتوى التي هي خلاف ما أنزل الله سبب لمنع الرزق لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد زين هذا سبب غيبي لكن يقارنه بأسباب طبيعية يعني تصير حالة من الجادب زين ظاهرة طبيعية تأتي بعدم نزول المطر بعدم إنتاج الأرض مثلا الزراعة الوفيرة فإذا وأن لو استقاموا على الطريقة وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذه الطريقة شنو هي؟ إيمان ومن الإيمان الاعتقاد بالولاية بولاية الأئمة عليهم الصلاة والسلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث الإمام الباقر يقول يعني لو استقاموا على ولاية علي بن أبي طالب أمير المؤمنين والأوصياء من ولده عليهم السلام وقبلوا طاعتهم مو فقط تقول آني أحب علي بن أبي طالب أنا أعتقد به قلبا لا تطيعه عملا وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم, لأسقيناهم ماء غدقا يعني كثيرا ذكرنا أنه كناية عن الرزق الوفير يقول لأشربنا قلوبهم الإيمان والطريقة هي الإيمان بولاية علي والأوصياء لأسقيناهم ماء غدقا هذه الآية الإمام يبين تفسيرها ويبين تأويلها أما تفسيرها فهو الرزق واما تأويلها انه لو اطاعوا الائمه الله سبحانه وتعالى يزيدهم ايمانا في قلوبهم. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. انت تطيع الائمه الله يزيدك ايمان، تطيع الرسول الله سبحانه وتعالى يزيدك ايمانا، لانه بين القلب والعمل اكو ترابط. اذا عملك كان صحيح الله سبحانه وتعالى يزيد ايمانك اللي في القلب. وإذا إيمانك زائد في القلب الله سبحانه وتعالى يوفقك للعمل الصالح أكثر. اكو ترابط كما أنه هناك ترابط بين الروح والجسد حتى في علم الطب وعلم الطب وعلم النفس ثابت ذلك، كذلك بين الإيمان والعمل اكو ترابط. فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها المعروفة الخطبة التي تتحدث فيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله عن حق أمير المؤمنين وحقها ماذا تقول؟ تقول في أمير المؤمنين حينما انقلبوا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على عقابكم زين انقلاب كان في غزوة بدر في في غزوة أحد مؤقت كان في غزوة حنين ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الى اخر الايه الشريفه. وانقلاب بعد رحيل الرسول الاعظم صلى الله عليه واله خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه واله في وصيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها جاءت الى المسجد وخطبت هذه الخطبة إتماما للحجة عليهم وإيصالا للحق للأجيال القادمة. ماذا تقول في هذه الخطبة من جملتها؟ والله قالت سلام الله عليها، ما الذي نقموا من أبي الحسن؟ لماذا يغضبون على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ يفعلون فعل المعاقب. ما الذي نقموا من أبي الحسن نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله ماذا نقم من أمير المؤمنين؟ لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان مطيعا لله سبحانه وتعالى لا يداهن كما أن الرسول لا يداهن ودوا لو تدهنوا فيدهنون في الحروب كان يحصدهم حصدا يطحنهم طحنا زين ذول الذين قتلوا في معارك الرسول صلى الله عليه وآله في غزوة بدر في غزوة أحد في غزوة خندق الخندق في سائر الغزوات وأكثرهم أو كثير منهم قتل بسيف أمير المؤمنين هؤلاء كان لهم أقرباء كان لهم محبين هؤلاء غلبهم الشيطان فحقدوا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ما قالوا أنه هذا قتل لأجل أمر رسول الله لأجل أمر الله سبحانه وتعالى زين الحالة النفسية تغلبت عليهم واستولى عليهم الشيطان وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة يعني هذه, هذه هذا الطريق طريق واضح الرسول صلى الله عليه واله بلّغ في مواطن كثيرة بألفاظ واضحة زين فالطريق واضح الحجة تامة قل فلله الحجة البالغة وتالله لو مالوا عن المحجة اللائحة وزالوا عن قبول الحجة الواضحة لردهم إليها يعني لو كانوا يخلوه كان يرجعهم إلى المحجة الواضحة يعني إذا انحرفوا عن الطريق يرجعهم وهذا ما كان يصرف لهم ليش؟ كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بلى والله سمعوها ووعوها ولكن حليت الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجها زبرجها كما يقول في نهج في نهج البلاغه في الخطبه الشقشقيه المعروفه لردهم اليها وحملهم عليها ولسار بهم سيرا سجحا يعني اللين السهل لان الشريعه سهل سمحاء يسير على طبق الشريعه لا يكلم خشاشه البعير كانوا يضعون حبلا في أنفه فهذا لكي يضبطوه لكن إذا كان يحرك رأسه بقوة أو صاحب الداب يجر هذا الحبل بقوة كان يخرم أنف البعير إن أشنق لها خرم وإن أسلس لها تقحم كما أيضا في الخطوة الشقشقية لا أمير المؤمنين يسير على طبق الشريعة هذه بصالح الجميع أي إذا واحد يريد يحصل له مال من حرام رئاسة من حرام لا ما يصرف له هذا الشيء ولا يكل سائره لا يتعب ولا يمل راكبه ولا أوردهم منهل النميرة المنهل النمير يعني الماء المعين الزاكي صافيا رويا تطفح ضفتاه يعني تمتلئ ولا يرن ولا يترنق جانباه يعني لا يتكدر ولا اصدرهم بطانا يعني شبعانين ريانين ونصح لهم سرا واعلانا ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل هو ما يجمع يعني لو هو رئيس ما يجمع اموال لنفسه وبالفعل يعني حينما الناس بعد عثمان بايعوا أمير المؤمنين عليا عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ عاش حياة زاهدة جدا أموال الشخصية اللي من المزارع والنخيل والعيون التي هو شقها بيده بكد يمينه في أيام إزاحته عن السلطة هذه الأموال كان يقسمها على الفقراء زين اموال بيت المال ما كان يعطيها للاقرباء والاصدقاء والحاشيه وكذا لا حالهم حال بقيه الناس ولم يكن يتحلى من الغنى بطائل ولا يحظى من الدنيا بنائل غير الري الناهل يعني بالمقدار الضروري يشرب من الماء بالمقدار الضروري وشبعه الكافل يعني هذا اللي يكفل الناس يكفل الايتام كذا يشبعهم بالمقدار اللي يحتاج ايضا ياكل مو اكثر من ذلك. ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب ثم فاطمه الزهراء سلام الله عليها تستشهد بهذه الايه ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. تستشهد بايه اخرى ايضا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين فإذا وأن لو استقاموا على الطَّرِيقَ لأستقيناهم ماء غدقا يعني هؤلاء إذا كانوا يسيرون على منهاج الرسول صلى الله عليه وآله وبعد الرسول لم يخالفوا إذا لم يخالفوا وصيته في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام الآن كل العالم كان تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله ولعم الامن والامان كل العالم لكن هؤلاء بسبب طلبهم للرئاسه حاربوا امير المؤمنين مثلا في غزوه صفين حسب ما يقول بعض الغربيين معاويه اسدى اكبر خدمه لاوروبا وللمسيحيين، لماذا؟ لان العرب المسلمين كانوا طاقه جباره هذه الطاقه الجباره إذا كانت متحدة وتسير في فتح أوروبا كانت تفتح كل أوروبا، وبعد أوروبا هم كل العالم، لكن ببغيه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، سبب نزاع وحرب داخلية، في هذه الحرب الداخلية انتهكت قوى المسلمين، وكثير منهم قتلوا بدل ما يقاتلون الروم، بدل ما يقاتلون الكفار، تقاتلوا بين أنفسهم زيان وذا كان فقط يفكر في رئاسته فأسدى أكبر خدمة للحضارة الغربية الذي لا زلنا نعاني من آثارها آثار تلك الحرب إلى يومنا هذا وإلى يوم أن يظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذه آية في هذا الباب أيضا آية أخرى في هذا الباب في حديث اخر عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. الذين قالوا ربنا الله مو قول فقط باللسان، والمنافق ايضا يقول كذلك، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لا الذين قالوا ربنا الله يعني قالوا قولا صادقا عن اعتقاد يعني اعتقد وجرى على لسانه ثم استقاموا. الله يمتحن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم المهاجرون والأنصار قالوا ربنا الله، لكن في غزوة أحد فروا، في غزوة خيبر رجعوا مهزومين، في غزوة حنين ولوا مدبرين، زين؟ يمكن كان صادق في كلامه في البداية، لكن الصعوبات الامتحانات تسبب أن الكثير يتزلزل. المؤمن الذي يقول ويستقيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني استقاموا على الايمان ومن جملة الايمان الايمان بالائمه زين ذاك الزمان اذا واحد يؤمن بالائمه كان يضطهد يقتل وحتى هذا الزمان في كثير من البقاع التمييز الطائفي يجري عليه هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا شنو النتيجه؟ تتنزل عليهم الملائكة الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا يعني من الأهوال المستقبلية ولا تحزنوا على ما فاتكم إما لموت أو لأي شيء آخر وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون زين هذه الآية لها مصادق أبرز المصادق الأئمة عليهم الصلاة والسلام قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهؤلاء تتنزل عليهم الملائكه يحدثونهم في حديث عن الامام الصادق يقول عن الامام الباقر دخل حمران بن اعين على ابي جعفر فقال له جعلت فداك يبلغنا ان الملائكه تنزل عليكم قال اي والله لا تنزل علينا فتطا بسطنا اما تقرأ كتاب الله تبارك وتعالى ان الذين قالوا ربنا الله الى اخر الايه هذا المصداق اللي هو ابرز المصادق المصداق الاخر سائر المؤمنين حينما تحضرهم الوفاة حينما تحضره الوفاة يرى الملائكة لان الانسان عندما تحضره الوفاة الله سبحانه وتعالى يقول فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد يرى الملائكة إذا هو مؤمن يأتونه بالبشرة مثل ما في هذه الآية تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وإذا هو منافق أو كافر يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا هذا هم مصداق اخر تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه. ايضا مصداق ثالث المؤمن وهو مو من الائمه، لا مؤمن عادي بس مؤمن اعتقادا وقولا وعملا. هذا ايضا الملائكه تخاطبه، هو طبعا لا يسمع. احنا الان ما نسمع صوت الملائكه، لماذا؟ لاننا لسنا محدثين. التحديث خاص ببعض اولياء الله. مريم عليها السلام الملائكه كانت تحدثها فاطمه الزهراء سلام الله عليها الملائكه كانت تحدثها زين اما احنا ناس عاديين الملائكه لا تحدثنا يعني لا نسمع حديثهم لانه ما لنا قابليه لكن يتحدثون يرون المؤمنين ويبشرونهم زين اذا هو ما يسمع هذا المؤمن شنو فائده عمل الملائكه وليس الفائدة فقط في سماعه، يمكن هذا القول له تأثيرات وضعية من سبب سبب من أسباب تقويته نفسياً. هو لا يشعر بذلك لكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك تقوية لنفسيته. يمكن هذا من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فقال ابو عبد الله عليه السلام: استقاموا على الائمه واحدا بعد واحد، تقبلهم كلهم، لان اذا واحد انكر واحد منهم فقد انكرهم جميعا. تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تب ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا واياكم للايمان اعتقادا وقولا وعملا. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.